مباشرة شيوات لالا مولاتي اليوم غنتواصلوا مع ام وصال باسفي. الو ام وصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، لاباس عليك؟ هي طيبة الاخت سناء وجميع المستمعات ديال البرنامج مولاتي وجميع القائمين على ميد راديو. الله يبارك فيك، مشكور على تواصلك معنا اليوم والمشاركة ديالك ان شاء الله. باش غادي نبداو الاقتراحات اللي غتقدمي للمستمعات؟ عندي طاجين ديال الكالمار معمر بالقمح والخرطال والرز. ايه واخا. عندي واحد السلطة استوائية. ايه. عندي عجينة الفواكه او لا طاد فخوي. عندي واحد الحلوة مربعة باللوز إيفيلي. واخا واخا نبدا مايونيز طريقة بيض. نعم واخا مايونيز بلا بيض. يلا نبداو. عندي في الطاجين الأول كيلو ديال الكالامار، كيلو ديال الكروفيت، وكاس ديال القمح الصلب اللي سهل الطهي، ونص كاس ديال الخرطال، ونص كاس ديال الروز البري من الاحسن اذا كان راه كيكون اسود، ما كاينش كنديروا الروز العادي. ايه واخا. صافي كناخذوا هذوك الريوز ديال الكالامار وتنعملوهم في مقله مع شويه ديال الزبده والبزار الملح، كنسحروهم مزيان، ثم كنضيفوا عليهم الكروفيت. ايه وكنضيفوا عليهم هذاك القمح، ولكن كنكونوا سلقناه، القمح والخرطان والروز كنسلقوهم واحد نص سلقه تقريبا، ما نطيبوهمش بزاف لان باقي غيكملوا الطياب في مع الحشوه. صافي كنضيفوهم على هذاك الكروفيت، كنزيدوا المعدنوس حامضه معصوره، شويه ديال الهريسه، ومعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، ثم كنسحرهم مزيان حتى كينسجموا العناصر كلها، وكنعمروا بها الكالامار، ما نعمروش بزاف باش ما يتشقش لينا، وما نسدوش من الفوق. ايه ثم كناخذوا واحد نص كيلو ديال المطيشه نحكوها، نعملوها في الطاجين. الا بغينا نطيبوا في الطاجين كنا غنديروا ان بلا غراتان، نديروها بوحدها وفي البلا ديال الغراتان، كنزيدوا على شويه ديال البزار والملح، ثومه محكوكه شي ثلاثه دروز ديال الثومه، شويه ديال التحميره والكمون، زبر معدنوس، كنطيبوها واحد الشويه، ثم كنوضعوا فيها داك الكالامار اللي معمر. واخا. كنزيدوا شويه ديال الماء اللي كنا غنديروا الطاجين، وكنقصوا كيكون العافيه مهيله، ونخليوها تطيب. ايه تفضلي. ما الا ما كناش غنديروها في الطاجين وكنا غنديروها في البلا اغراتان في الفرن، من الاحسن نغطيوها باش هذاك الكالامار ما يقصحش. اي لكن غندخلوا الفران نغطيوه باش ما يقصحش الكلام. اي لكن غنطيبوا في الطاجين راه عادي، راه عادي، راه الطاجين مغطي. صافي كنخليوها تطيب وكنخليوها حتى كتبرد، الا بغينا نقطعوا دوائر باش هذيك، لان الا كان سخون وقطعناه كيتفرتت. ايه الاحسن نخليوه تيبرد عاد نقطعوه ونذوقوا به ديك الساعه الطاجين. يعطيك الصحه. عندنا السلطه الاستوائيه. ايه السلطه ديك زوتي كن نستعملوا فيها، هي كتستعمل طبقات، يعني غادي على حسب هذا الشيء اللي غادي نعطي كيدير طبقات. واخا. عندنا نص كيلو ديال التفاح مقطع طريفات صغار، وعلبة ديال الأناناس هو مصفي ومقطع طريفات صغار، علبة ديال المايس، علبة ديال السوجة مرقدة ليجيغ دو سوجا، وعلبه ديال المايس الصغير دوك الكويلات صغار. ايه علبه ديال ليكور دو بالمي. ايه قلب الناس يكون اللي يكون مصفي مزيان ما يكونش فيه الماء. علبه ديال لي زاسبيرج. وجوج حبات ديال المانك منقيين ومقطعين تما مربعات، واحد 250 غرام ديال الزبيب، 250 غرام ديال اللوز مقلي ومهرمش. ايه و 250 غرام ديال الفرماج محكوك، واحد خمسة ياغورت طبيعي، شوية مايونيز، بزار، ملح، واحد جوج معالق ديال الفرماج الدهن، وشوية ديال اللوز إيفيلي لي ديكور. كناخدو هاد المسائل كلها كنصفيوها مزيان ما تبقاش فيها الماء، وكنقطعوها مكعبات صغار، وكنحطوها بالتتالي، الخص مقطع طريفات صغار، نزيدو عليه من فوق من التفاح،
وكنقدروا نديروا واحد القالب باش تقدروا نحيطوا هذا اولا كنديروا في طبسين ندور على حسب اللي موجود. اما باش يجينا على شكل طبقات واما من القادو يجينا مستف. باش يجينا مستف ويجينا على شكل الا بغينا على شكل حلوه اولا المهم كيكون كنديروا عليه العلبه ديال الاناناسين تكون مقطعه طريفات مكعبات صغار المايس صوجه مرقده المايس صغير ليكور دو بالمي ولي زاستير هادشي كلشي كنقطعو طريفات صغار وكنحطوه شي فوق شي وجوج حبات ديال المانكا منقطعوهم وهذا ربعه د الزبيب واللوز المقلي والمهرمش وكنديروا عليه الفرماج محكوك من الفوق ايه كنشدو خمسه ديال الياغورت الطبيعي انا ما كنبغيش نستعمل المايونيز لان شويه تتكون ثقيله كندير الياغورت الطبيعي كندير عليه معلقه واحده ديال المايونيز وجوج معالق ديال الفرماج ديال الدهن شويه ديال البزار شويه ديال الملح وكنخلطوا هادشي مزيان وكنغطيو به هاد لاصالاد ما خصهاش تبقى تبان نغطيوها بهاد لاصوص ديال هاد لاصوص اللي درنا ديال الياغورت مسوس كنغطيوها مزيان ما تبقاش تبان فيها شي حاجه ثم تنزلقوها باللوز ايفيلي يكون مقلي شي شويه ايه اولا الا بغينا نزوقها بطريقه اخرى كنشدو غير الكيتشاب وكنعملو فيه خطوط خطوط بحال هذا وكنجروهم بالموس بحال بحال الملفي واخا ايه حتى هذه طريقه للتزيين كتجي مزيانه بالنسبه للصلاه لما هذا كنديروا غير اللوز ايفيلي وصافي كنقدموها خاصها تكون بارده مزيان واخا هذه بالنسبه للمكونات ولكن للسلطه السوائيه ما كان ملي كناكلو ما كنعرفوش اش كناكلو يعني ملي كناكلو هذيك المواد كلها مخلطه ما تنعرفوش بالضبط اشنا هي الاشياء اللي كناكلو واخا الله يعطيك الصحه غادي نمشيو لباقي الاقتراحات قلتي لنا عندك العجين الفواكه لا باك دو فخوي طريقه اخرى باش يمكن لنا ناكلو لي فخوي ونستغلوهم انا غنخدم الفريز ناخذو نص كيلو ديال الفريز نغسلوه ونطحنوه مع نص كيلو ديال السنيده كنعملوهم في النار يطيبوا في واحد الكاسرونه وكنزيد عليهم واحد حامضه معصوره كنخليوهم يطيبوا واحد المده تقريبا ديال 25 دقيقه ملي تقرب تسالي ديك ال 25 دقيقه كنشدو معلقه ديال لابيكتين هي واحد الماده اللي كتجي لي في لي كونفيتور اللي كتقفح هاد لي باتي فرومات تخليها جاريه وهذيك المعلقه ديال لابيكتين كنخلطوها مع 50 غرام ديال السنيده ونضيفوها باش ما تكورش ضروري طيب واحد 25 دقيقة مع التحريك المستمر وفي عافية مهيلة باش ما تحرقش ملي كطيب هذه المدة كاملة كنشدوها كنعملوها إما في القوالب ديال السيليكون اللي خاصين بالشكلاط صغيورين أولا كنشدو واحد المول كاري كنديرو عليه شوية ديال النشا والسنيدة وعاد كنكبو هاد الخليط كنخليوه ليلة كاملة حتى كيجمد بلا ما نعملوه في الثلاجه نغطيوه ونخليوه على برا حتى كيجمد وعاد كنقطعوه مربع اولا مكعبات ومن بعد كنزولوهم وكنعملوهم في السنيده كنعملوهم كاملين في السنيده وتنقدموه ايه واخا وكيمكن نقدموهم مع تمر معمر الشريحات هي معمره يعني هاد الفواكه كلها كيمكن نقدموها مع هاد لاطاطي الخوي ايه واخا ناخذوا حلوه مربعه قلتي لنا باللوز ايفيلي ايه باللوز ايفيلي شنو فيها في المقادير؟ عندنا 500 غرام ديال الدقيق زائد 250 غرام ديال الزبده نص كاس ديال السكر كلاصي كنجمعوهم بواحد البيضه هادو هما المقادير اللي كاينين ياك اللي في لاباط اللي في لاباط واخا ايه كنهزو هاد العجينه هادي كنديروها في واحد المول مربع وكندخلوها طيب نص طيبه ما نطيبش بزاف ايه وفي نفس الوقت كناخدو واحد 150 غرام ديال السنيده كنعملوها في مقله نزيدو عليها 150 غرام ديال الجليكوز 120 غرام ديال الزبده ملي كتغلى كنزيدو عليها ثلاثة معالق ديال الحليب حليب عادي ايه صافي ملي كنطيبو هاد المسائل كنزيدو عليها تقريبا 100 واحد ربعة ديال اللوز ايفيلي
ومن الاحسن يكون مقلي شي شويه وكنحركو مزيان هاد المسائل وما نحركوهاش بزاف باش اللوز ايفيلي ما يتهرش. ملي كطيب لينا هذيك لاباط كنخرجوها من الفران هي باقا سخونه وكنرميو عليها هاد اللوز ايفيلي المعسل ونسرحوه ونقادوه مزيان حتى يعمر لينا كلها لاباط ونعاودو نردوها للفران تكمل الطياب ديالها واحد تقريبا ربع ساعه. تنخرجوها من الفرن وتنخليوها تبرد واحد شي شويه وتنقطعوها مربعات ما نخليوهاش تبرد بزاف وما نقطعوهاش سخونه بزاف باش ما تهرش. اييه نخليوها واحد شويه عاد نقطعوها. نعم نخليوها واحد شويه عاد نقطعوها. ايه غاد نقطعو هذا نقدروا نديروا عليها واحد شويه ديال الناطاج بالفوق كتولي كتعطي واحد البريق ولا معان على معان الحلوى. واخا ونفس الحشوه اولا نفس الطريقه تنقدروا نعمروا بها لي فويسك الا ما درناش اللوز ايفيلي كنديروا لي فويسك كاملين تقريبا 100 غرام اللوز القرقاع الكاجو المشماش مشماش مقطع ايفيلي انا نعوضوا بهم الزبيب هادو كل هاد الفواكه حتى هي كنديروا لها نفس الطريقه بالسنيده وبالجليكوز بالزبده وكنشحروا ولكن في العوض ما نديروا واحد في العوض ما نديروا عجينه مسرحه كنعملوا لي فون ديال لي طارتلات صغار هكذاك مياه الفون ديال لي طارتلات صغار وكنهزو ملي كيطيبوا هادو كنخليهم حتى كيطيبوا كنجبدوهم وكنعمروهم بهاد لي فويساك. واخا وعاد ديك الساعه نديرو ناطاج من الفوق ياك الساعه في الاخير حتى كتخرج الحلوه عاد كنديرو لها الناطاج. المهم كنقدمو نخدمو جوج ديال الحلوات وحده مربعه باللوز ايفيلي والاخرى كنزيدو فيها لي فويساك كاملين وكنديرو جوج نغيرو شويه كل مره شكل ولا ممكن انه نديرهم بجوج يعني في وقت واحد. نختموا معاك مايونيز بلا بيض ومشكوره اللي ذكرتينا مايونيز بلا بيض لانه كاين بزاف د السيدات اللي يعني عندهم حساسيه من البيض. عندي مايونيز وحده بلا بيض وعندي مايونيز بلا بيض وبلا زيت. اييه واخا لان كلشي ولا كيتشكى من الزيت والبيض. واخا مايونيز بلا بيض عندنا فيها غير جوج معالق ديال الحليب المركز الغير المحلى. كنضيفوا عليه الزيت ونطربوه مزيان وعاد كنضيفوا الملح والبزار والحامض. دابا في بلاصه البيض كنديروا الحليب المركز. يعني غنديروا جوج معالق كبار ديال الحليب المركز ذاك المسوس الغير المحلى. الغير المحلى. وغادي نديروا وشويه نبقاو نضيفوا ذاك الزيت خيوطه. الزيت غير شويه غير قطرات. تبدأ ما نكثروش في الاول لان الا كثرنا راه كتجرى. غنديروا غير بشويه نبقاو نطربوا وفي نفس الوقت كنزيدوا الملح والبزار والحامض. ايوا وعصير الحامض. اما المايونيز بلا بيض وبلا زيت. كنستعملوا فيها غير معلقه كبيره ديال الموطارد. ومعلقه كبيره ديال الحامض وشويه البزار وشويه ديال الملح كنخلطوهم مزيان وكناخذوا جوج معالق ديال النشا يكونوا كبار كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء وكنعملوهم يطيبوا. ايه حتى كيتقالوا. ملي كيطيبوا وكيبردوا شويه كنزيدو عليهم الخليط الاول اللي هو المطارد والحامض والملح والابزار وكنبقاو نطربو هكداك حتى كتجرى لينا هذيك الخليط اللي درنا الخليط. ايه يعني هذه الثانيه مايونيز بلا بيض وبلا زيت قلت لنا فيها غير معلقه كبيره ديال المطارد ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض وشويه ديال الملح والابزار هادو يتخلطوا مزيان وناخذوا واحد كاسرونه اخرى ونديروا فيها جوج معالق كبار ديال النشا مع كاس كبير ديال الماء وغادي نسخنوه مزيان فوق العافيه حتى يعقد. عاد هذاك الخليط ديال النشا والماء اللي عقاد نضيفوا الخليط الاول ونخلطوا مزيان ونطربوا مزيان. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك ام ويصال كنشكرك بزاف على هاد الاقتراحات والشيوات اللي وجدتينا اليوم وتشرفنا بالمعرفه ديالك ومرحبا بك في اي وقت. اذا مستمعينا نتمنى انكم تكونوا سجلتوا هاد الاقتراحات اللي قدمت لنا ام ويصال من اسفي يعني سهلين وبساط ونتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله بالصحه والراحه.